انت استفزيت 60 نجم ونجمه، مين اكتر واحد بجد كان مستفز منك وما كانش قادر منه برضو يعني يداري رياكشناته؟ شوف اكيد هو كذا حد، مش واحد بس كذا حد طبعا. يعني عمال افتكر، تعال نقول اعلى ثلاثة او اعلى خمسة، اعلى من حيث الرياكشن. ثلاثة خالد سليم يعني نمرة ثلاثة خالد سليم. خالد نمرة طبعا ما شاء الله عليه، كان بيروح الجيم لا وكان بيروح الجيم وقتها مداوم على الجيم فريح عليا في الكواليس بس كده وقعد يقول لهم لا بس برنامج جميل ومريح على رقبتي، برنامج جميل جدا والله ولذيذ ولطيف وولد كويس وليه مستقبل وبتاع، وانا يعني مش قادر اخد نفسي. ده خالد. في طبعا سعيد صالح الله يرحمه، فنان كبير سعيد صالح مع حفظ الألقاب يعني. برضو طبعا منه. طبعا عامل معاك حلقه جنة عم طلعت الله يرحمه. بص انا كنت ماسك نفسي من الضحك بالعافيه، وهي الحلقه طلعت ترند تاني اليومين دول بشكل غريب يعني، لان هو تلقائي وانا تلقائي، فانا ايه احضر الحاجه اقولها له بص ليه، راح مجاوب بسرعه وفي حته تانية خلاص بتعمل ضحك، بعمل ضحك بس مفيش اي هدف، فخلاص هو بوظ لي اللي انا بحاول يعني لسه هعمق انا وحكلك على الحاجات الاقيه راح في حته تانية. وكمان اللي لاحظت كده كان الفنان سمير غانم، انت كنت عمال تضحك برضه، انا خدت بالي. اول حلقه ما انا بقول لك بقى في خضه بقى، انا اول حلقه بقى جاي جنتلمان زي كريم كده وبدله وبتاع وايه بقى ومذيع بقى، فالراجل ده انا بضحك عليه طول عمري. ايوه طبعا محدش بيقدر. وبعدين هو قاعد قدامي انا مش شايفه قاعد، انا شايفه ماشي ماشي البطه اللي انا مش شايفه قاعد، فانا عمال اضحك بس فعمال اضحك على كل حاجه بيقولها لغايه اما خدت بريك بقى ودخلت جوه في الكواليس. قلت لهم يا جماعه كده. انا هلعب حاجه كده مش هينفع، انا بضيع وانتوا هتضيعوا لو انا قعدت اضحك، مش مفروض ان انت تضحكي طبعا طبعا طبعا، فلو قعدت اضحك احنا كلنا هنضيع بالصلاه على النبي، فاحنا ايه شنطه الفلوس هترجع يعني بالظبط كده، كانت شنطه صغننه مسكينه. فاحنا قلت لهم انا هعمل كاركتر كده وربنا بقى يستر بقى وبتاع، اللي هو كاركتر المذيع اللي عايز يبقى المذيع وعايز يبقى والمنتج في نفسه والمخرج طمان بالمره والمنتج والشله كلها خلاص، فهو اللي بيقول كل حاجه، فهو اللي بيكلم الكاميرات ويقول 3 2 1 هو اللي بيكلم الجمهور وهو طبعا اللي بيكلم الضيف فده كاركتر الشخص المسيطر قوي ده جالي وقتها كده وربنا كرمني فيه فمشيت بقى. اذا كانت مشيت مع سمير غانم هتمشي مع اي حد خلاص. انت استضفت